الفطور كنمشي نصلي التراويح، كنعاود نمشيو نزورو الاحباب ولا نتلاقاو مع الاصدقاء نجلسو في شي قهوه ولا الفطور. ملي كنفطروا ديك البركه كنشربوا اللي كان وناكل اللي كان، يعني كنخرج كندير الصلاه ديالي كنصلي واحد 10 دركعات، كنرجع للدار شويه كنجلس مع واحد شويه كنمشي للمسجد كنمشي صلاه التراويح، ملي نصلي كنرجع للدار نمشي للجامع، من الجامع تجي للدار راح صافي. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اجي نسولك. سؤال حلقه اليوم، شنو كدير من مورا الفطور؟ خليكم معنا باش نتعرفوا جميع على اجوبه المواطنين. اجي نسولك اسيدي، شنو كدير من مورا الفطور؟ مورا الفطور كنمشي نصلي التراويح، وكنعاود نمشيو نزورو الاحباب ولا نتلاقاو مع الاصدقاء نجلسو في شي قهوه، ولا من بعد كنعاود نمشيو للدار نرتاحو شويه. انت ضروري خصك تمشي تجلس في قهوه وتشوف صحابك باش تهرس هذاك النهار ديال الصيام ديال العياء. لا بد ان شاء الله، لا بد لا بد، الانسان كيشوف الاصدقاء وكيحيي الرحيم وكيبدل الجو وكيبدل ذاك الروتين عاوتاني ديال النهار. ضروري من مورا الفطور كره النهار تجلس في القهوه؟ لا ماشي ضروري نجلس في القهوه، خاطر انا ملي حتى كنسالي التراويح بعدا التراويح هما الاولين، عاد من بعد كتمشى شويه شويه ديال لامارش، كنجلس في قهوه تلاقيت بالاصدقاء، كنمشي نحيي الرحيم مع لا فامي مع العائله وهكذا. شنو تبغي تقول للمغاربه؟ نقول المغاربه الله يدخل علينا وعليهم هذا الشهر ان شاء الله، الله يحيينا ويحييهم هذا الشهر الكريم ان شاء الله، ونتمنوا لهم الصحه والسلامه والعافيه لنا ولكم وليهم وللمسلمين. اجي نسولك اسيدي، شنو كدير من مورا الفطور؟ اختي المهم مورا الفطور يعني الصباح كنكونوا خدامين، مورا الفطور ملي كنفطروا ديك البركه كنشربوا اللي كان وناكلوا اللي كان، يعني كنخرج كندير الصلاه ديالي كنصلي واحد 10 دركعات، كنرجع للدار شويه كنجلس معاهم واحد شويه. ثاني صافي هادشي اللي كاين، كنبقى مرتاح. ما كتمشيش القهوه؟ لا القهوه ما عنديش مع اصلا، ما كنجلسش فيها حتى في الايامات العاديه بزاف، والايامات الاخرى بعض الايام كنمشي عند العائله تاعي كنفطر معاهم بعض المرات. يعني كتستغل شهر رمضان باش كدير صله الرحيم؟ هادشي اللي كاين صله الرحيم، وشهر رمضان راه هو ما شاء الله يعني فيه كتغفر فيه الذنوب وبزاف الحوايج يعني، وكيقينا من بزاف الامراض، والصيام راه فيه فائده كثيره للجسم. ومهم قلت لك كنمشي عند العائله مره يا انا يا مع الام ديالي، كنمشيو عند خوالي خوالاتي مثلا، عمامي ما عنديش، كاين الاب عندي واحد، صافي هادشي اللي كاين. كاين اللي كيستغل مورا الفطور ديك الفتره ديال انه كيتمشى ولا كيدير رياضه، انت كدير؟ انا بالنسبه لي عندي السكر، المشي عندي انا لقيتيني كنتمشى دابا، عندي مهم المشي، يعني نقدر نقول لك كنقدر نمشي حتى يعني 5 كيلومتر مشي عادي. شي ايامات مورا الفطور كتمشى؟ الفطور ضروري، ماشي من بعد الصلاه ضروري كنتمشى شويه، ماشي غنجي للدار ولا ديريكت، وقدر بعض المرات كنمشي للدار يعني مورا العشاء مورا الصلاه وداك كنمشي للدار نجلس مع الوالده شويه، لا ما كاين والو كنقدر نخرج ثاني ندور شويه، نقدر نمشي لعند دياب ندور فيه شويه، هو عزيز عليا بزاف، كنهبط الرمله ديالو في الليل عزيز عليا. صافي هادشي ما كان يعني كتبدلي نهار بنهار، كل مره كيطيح لك في راسك، غير هي مورا العشاء راه ضروري الصلاه، وفي رمضان ضروري صله الرحيم وشويه القران، وحنا كنهجروه كنتفكروها في رمضان الحمد لله، هذاك الشهر كبير عند ربي. اجي نسولك اسيدي، شنو كدير من مورا الفطور؟ انا تنمشي للمسجد كنمشي صلاه التراويح، ملي نصلي كنرجع للدار صافي. انت ماشي من الناس اللي كيجلسوا في قهوه او لا كيمشيو يزوروا الاحباب والاصدقاء؟ العائله تقريبا مره تنمشي نشوفوا العائله، الأغلبية المسجد. هادشي اللي كاين المسجد صافي كترجع نرجع للدار صافي، هادشي اللي كاين بنتي. علاش القهوة ما كتبغيش تجلس فيها؟ كاين كتزعجني هذيك الرائحة ديال التدخين وداك الشيء ما كنقدرش، فهمتي، مع ريسبيراسيون شوية ضعيفة. بالنسبة كاين بعض الناس أنهم من مورا الفطور من مورا ما كيساليو صلاة التراويح كيمشيو يتمشاو كيديروا شوية الرياضة. محسن هذاك، أنا مرة تنديروا هنا بعض الإخوان من واحد التراويح كنمشوا. كنمشوا صحابك ولا كتمشي بوحدك؟ لا كنمشي أنا وشي أصدقاء ديالي، هادشي اللي كاين. مرة ماشي يومية. ماشي مرة على حساب هذاك الشيء اللي كاين، شي جور بارسومين حكا كان الشيء اللي كاين. شنو تبغي تقول للمغاربه بهذا الشهر هذا شهر رمضان؟ شنو الله يدخلوا علينا بالصحه وصحه العمر طول العمر وبالخير والبركات والتيسير ويبعد من الامراض الخبيثه وطول العمر والصحه. اجي نسولك السيدي، شنو كدير من مورا الفطور؟ كنعطيوها الراحه، مورا الفطور الراحه، مشي للجامع، من الجامع تجي للدار الراحه صافي. ماشي من الناس اللي كيمشيو للقهوه ولا كيديروا شويه الرياضه؟ الرياضه كتكون قبل الفطور، مورا الفطور الراحه. علاش شنو علاش كتفضل انك ترجع للدار وترتاح في الدار من مورا نهار كامل ديال العيا زعما؟ كعارفه حيت رمضان كيبغى الراحه، الصلاه والدين والراحه. كتشوف انك من كتسالي الصلاه ترجع للدار ترتاح احسن انك تمشي تجلس في قهوه مع صحابك؟ احسن تمشي للدار ترتاح، حيت نهار كامل حتى طويل حتى صايم، لا ماشي ترتاح في الدار. شنو تقول للمغاربه بهذا الشهر؟
شهر مبارك سعيد، الله يسر علينا، الله يدخل علينا بالصحة والسلام. وإلى هنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم الأسبوع المقبل في سؤال مغاير، وكيف العادة معايا أنا ماجدة القطبي على مشاهد 24 في أمان الله.